فهموا معانا بالراحة وبالهداوة. والثلاث أشهر يا عم الحاج ممكن يبقوا 3 سنين. لا إله إلا الله. طب والقانون اللي فصلوه مخصوص عشاننا؟ ما هو زي ما فصلوه مخصوص عشاننا مش هينفذوه برضه مخصوص عشاننا وعشان المودعين كمان. طيب وإذا هم حبوا ينفذوا القانون بحذافيره يا نهار أسود يا أمجد، ساعتها هندخل السجن فورا. ساعتها هنقول يا فكيك. فكيك؟ نهرب؟ أمال نقعد؟ مستحيل. المستحيل إن الكلبش يتلف حوالين إيديا أو أقعد في زنزانة ضلمة معفنة ما فيهاش سلسوب هوا يوحد ربنا. هو ده المستحيل يا أحمد، واللي لا يمكن يحصل أبدا. ده أنا يا راجل اتخنقت وأنا بتكلم معاك في الموضوع ده دلوقتي، ما بالك بقى لو حصل. ده أنا ممكن أموت من أول يوم يا أحمد. طب خلاص يا أمجد، خلاص خلاص، عشان أنا كمان اتخنقت. يبقى تروح لرئيس الوزراء وتقول له إن إحنا على فيض الكريم. مفيش فايدة يا أبو، هما 3 شهور مش هيزيدوا يوم. 3 شهور إيه بس؟ 3 شهور إزاي؟ ده كلها كام يوم ويخلصوا؟ الراجل اتخض لما قلت له أنا مش عارف أسدد خلال المهلة، محتاج وقت عشان ألم سيولة اديها للمودعين على الأقل 2 سنين. وليه تقول له كده يا دكتور؟ إحنا ممكن لو اشتغلنا بإيدينا وأسناننا هنرجعهم في فترة أقل من كده. أمجد سعيد اقترح عليا أقول كده. طب كلمته في موضوع محمد أخوك؟ كلمته يابا وبرضه رفض. قلت له عشان المهمة تبقى سهلة ونعرف نشتغل أنا هو ونشيل المسؤولية ونرجع للناس فلوسها، قال لي لأ. قلت له ده واحد مسجون واحد عيان. قال لي ماليش دعوة، دي مشكلتك يا ريان، مش مشكلة الدولة ولا مشكلة المدعين. القانون ما يعرفش لا سجن ولا عاية. طب كان اداك فرصة تسافر عشان تجيب الفلوس اللي برا. مرضيش مرضيش برضو يا بشيل المراقبة المكشوفة اللي عليا. طبعا خايفين لا تفك وتطير زي اللي طاروا قبل منك وما رجعوش. مش عارف اعمل ايه. الاقيها من رئيس الوزراء ولا من البلاغات اللي متقدمه ضدنا عند المدعي الاشتراكي ولا نيابه الاموال العامه ولا سوق المال ولا القانون 46 ولا بس ايه تعك والول. ما كفايه والوهله يا ابني، هو احنا ناقصين؟ بدل ما نقعد كده نندم حظنا زي الحريم ما نفكر ايه اللي ممكن نعمله. وانت بالذات يا احمد لازم تفكر وتشوف ايه اللي ممكن تعمله بكره. بكره بقى بتاعهم يابا، بكره ما بقاش في ايدي. طب والحل يا دكتور؟ هو حل واحد مفيش غيره. ايه هو؟ النفس الطويل. الو، ايوه خالد، لا حول ولا قوة الا بالله. ان لله وانا اليه راجعون، ان لله وانا اليه. في ايه يا احمد؟ فتحني لا يا ابو، فتحني. فتحي مات يا احمد. ادعيله بالرحمه يا ابو، اخوك الكبير مات ما عرفتش حتى اخد عزاه. ما خدتش عزا اخوك يا احمد. على عيني يا ابو، على عيني والله. بس انا خفت من المدعيين اللي يجوا يكسروا الصوان علينا. ليه كده يا ربي؟ انت عملت ايه في دنيتي؟ ابوس ايدك كفايه بقى، عشان خاطري كفايه بقى، عشان صحتك يا ابويا، احنا مش ناقصين حد تاني يقع بقى. صحتي انا هعمل ايه بصحتي لو انا اغلى من اللي راح؟ ده كان عيني وعافيتي وأول بخت في دنيتي. فتحي فتحي بس يابا، فتحي بس. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي يا حبيبي. فتحي مات يا أحمد. الله يرحمه يا محمد. فتحي مات. بعدين بس يا واد.
كلنا هنموت على بعض. ايه لا 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 بس كملت مش انا معلي يا ابني. طب بس سيوان هو انت اناني دي ومش كده ارتاح مش كده ربنا ريح خالد وعميل عاملني زي الفل والله العظيم زي الفل عادي مع ستهم تمام همك عامله ايه مش مسندها اي قاعده طول الوقت عماله تدعي له وصحتها كويسه اقعد يا محمد هي بتحمد ربنا سبحانه وتعالى انه مقدرها على الصلاه ده مكفيها بتسجد وما بتقومش من السجده غير لما مديحه تحط ايديها على ظهرها ربنا يكون في عونها نعمه كانت عايزه تيجي معايا بس انا بعد اذنك يعني قلت خلي المره دي انا وانت نتقابل لوحدنا خصوصا ان انا عرفت انها كانت عندك الاسبوع اللي فات بقول لها ما تجيبش معاها توفيق بعد كده يا ليه يا جدع انت هو الواد شكله وحش انما مش لدرجه انك ما تشوفوش يا محمد انا مش عايزه هو يشوفني يا احمد انا كده على فكره الواد ده بقى لبط بسم الله ما شاء الله حبيته وعي وصوته عالي يعني والله يا احمد ربنا وحده اعلم هشوفه تاني واقعد قدام وش في وش كده ولا تبقى دي النهاية ليه كده كفالها الشر نهاية يا محمد نهاية الريان نهاية الريان يا حمد انت هتفضل باصص للأكل كده ومتاكلش هاكل واحد يا سامي انا هاكل معاك انا وانت بس الحاجة نايمة على سريرها ومبتقومش منه أم هاشم قاعدة جنبها وأبويا الحاج زي ما أنت شايف نام وقال ما حدش يصحيني فتحي أهو طلب لنفسه الرحمة يا أخويا الله يرحمك يا فتحي الله يرحمك أنت رايح فين يا أخويا انا عايز اكل في وسط العمر سميحة عايز اخبط كتفي بكتفي فتحي عايز محبة بيبصني على رسالتي عايز ابويا يزعلنا ويقومنا من على اكل من غير عشاء منهم الصبح نشوف بعض وشنا في وش بعض بنسمع صوت بعض بنشم ريحة بعض الدنيا ساعة قوي قوي من غير لمة يا سميحة دعيتك يا اخويا طب سيبيني سيبيني لوحدي الله يكرمك انا مخنوق سيبك هسيبك ازاي وانت مكروب وشايل الهم لوحدك هو انا مش مراتك بس يا احمد ده انا لو هقدر اشيل الهم معاك اشيله الهم خلاص ركبنا يا سميح طب بقول لك ايه يا اخويا صباح كنت عايزه تشوفك تعزيك هي والبنات بعدين بعدين يا سميح بعدين اللي تشوفه اللي تشوفه يا اخويا مساء الخير يا حاج احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عايزينك معانا خمس دقايق يا حاج احمد ايه عايزينه في ايه عايزينه في ايه هو احنا ناقصين مش كفايه اللي راحوا احنا مش ناقصين هم يا ناس يا ابو سيدك اهدى بقى يابا لا اله الا الله خمس دقايق اروح معاهم واجي على طول والله العظيم لا اتعشى معاك طب انا اجيب لك جاكيت يا ست استني انت انا هروح واجي على طول لا اله الا الله ايه اللي بيحصل لينا ده؟ ايه اللي بيحصل فينا ده؟